قناة اعرف دينك. وأنا هنا أرسل رسالة لقلبك، إياك ثم إياك ثم إياك أن تتشفى بما يحدث لإخوانك المسلمين في غزة، لأن من الناس من يقول أحسن، يستاهلون، يستحقون ما يفعل بهم. لا يا أخي الكريم، هؤلاء قوم ظلموا وأخذت أرضهم وقهروا واحتلهم عدو ظالم غاشم. إياك أن تنصر الكافر على أخيك المسلم، لا بد أن يكون لك موقف الواضح. وأنا أوضح لك الآن من هم هؤلاء الذين يقتلون أهلنا هناك في غزة. أول صفاتهم في القرآن ذكرهم الله تعالى بأنهم أشد الناس عداوة، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هم غدر طول عمرهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. مهمتهم الفساد والإفساد، قال الله عنهم: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. من صفاتهم، أنا لا أتكلم بأحاديث، أتكلم بآيات، الذي خلقهم هو الذي يصفهم. يقول الله عنهم في الكذب وتحريف الآيات: سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وغير ذلك من الأوصاف. مثلا يسبون ذات الله عز وجل، قالوا عن الله: إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. قالوا عن الله: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لعنوا على كل ألسنة الأنبياء، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يحتقروننا فنحن في نظرهم حمير، ولا يجوز لأحد أدخل ديانتهم. شوف، النصراني يدعو إلى ديانته، المسلم يدعو إلى ديانته، كل الأديان يدعون إلى ديانتهم إلا اليهود. لا يحق لك أن تكون يهودي إذا لم تكن أمك يهودية من أصل يهودي. لذلك هم قلة وليسوا كثرة. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنهم شعب الله المختار، يعتقدون أنهم أحباب الله، يعتقدون أنهم هم الذين تسلطوا على الخلق، وأننا كلنا مجرد حمير ننفذ ما يقولون. هذا في نبوآتهم، لا تقل ماذا يقول هذا الإمام على المنبر، هذا كلامهم عني وعنك، حتى تعرف من هو عدوك. الله سبحانه وتعالى ذكر عنهم أنهم سيعلون في الأرض، ولكن كل علو سوف يأتي بعده خسار ووبال عليهم. قال الله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ذكر الله أنه لهم علوان، العلو الأول قديم واختلف المفسرون فيه، ومنهم من قالوا أنه العلو الذي انتهى في موت سليمان عليه الصلاة والسلام، ولا نريد أن نفصل. والعلو الآخر في آخر الزمن، وقد يكون هو علوهم الآن، ولكن وله دلائل. فمثلا يقول الله تعالى عن الأول: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة، الله عز وجل يقول هنا: رددنا لكم الكرة وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم بعد ذلك في آخر الآيات يقول: فإذا جاء وعد الآخرة، يعني آخر الزمن، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. لقد ذكر الله تعالى أنهم سيهزمون المرة الثانية، وقد يكون ما نراه هو بداية هزيمتهم بإذن الله تبارك وتعالى. اليهود كانوا في المدينة، كان هناك ثلاث قبائل: بنو قينقاع، وهم الذين كانوا يريدون أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم غدرا، فلما علم بذلك طردهم. بنو النضير هم الذين تحالفوا وتآمروا أن يقتلوه عندما كان تحت الجدار،
هناك بنو بنو قينقاع هم الذين يعني أيدوا الكفار على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو النضير هم الذين أرادوا أن يقتلوه عندما كان في أرضهم، وبنو قريظة هم الذين إثناء حصار الكفار المدينة سعوا للتعاون مع الكفار وحاصروهم من كل مكان، حتى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم سعد بن معاذ، فحكم بحكم الله من فوق سبع سماوات أن يقتل الرجال المحاربون وأن تسبى النساء ويطردون من هذه الأرض. هؤلاء هم اليهود باختصار، ولا أريد الإطالة عليكم. أسوأ أمة مرت على وجه الأرض، أكثر الأمم أنبياء، ما هو لطيبهم، لسوءهم. إن أمتنا لم يبعث لها إلا نبيا واحد، لماذا؟ لأننا خير أمة، مسكنا الطريق الصحيح وعشنا على المنهج. أما هم فما خرج نبي إلا قتلوه وحاربوه وصلبوه، إنهم قوم سوء وأسوأ قوم على وجه الأرض. هناك الموقف السياسي، اسمع يا أخي الكريم، لا تخوض في السياسة ولا تبدأ تحلل وتشغل بالك وتتنقل من محلل إلى محلل، الأمر أكبر من مخيلتي ومخيلتك. والغرب والكافر والرافضي المنافق هم آخر من يهتم لأمر الإنسان عموما، فكيف بالإنسان المسلم؟ ولذلك إلزم ما يراه ولي أمرك، وثق أن ما يقوله ولاة أمرنا في هذه البلاد الطاهرة أنه هو الحق. دولتنا هي قبلة العالم وقبلة المسلمين. دولتنا دولة سنية كرمها الله بالحرمين الشريفين، وما دامت تخدم الحرمين فإن الله يحفظها. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هذه دعوة إبراهيم لكل من قام على الحرمين، وهذا ما نراه في بلادنا. بلادنا ما آلت جهدا أن تدعم كل قضايا الإنسان عموما، فما بالك بالمسلم خاصة. اليوم أطلع على موقع يذكر إحصائيات ما قدمته السعودية للعالم أجمع، وجدت أنها قدمت في السنوات الماضية 462 مليار ريال، كلها مساعدات بلا من ولا أذى، 70% منها على 6 دول إسلامية أحدها فلسطين. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. كلنا لا نعلم عن هذه الصدقات، لماذا؟ لأن دولتنا كانت تعمل بالمبدأ الثاني، أن تخفوا صدقاتكم ولا تتبجحوا فيها. لكن لابد أن نظهر الحق، لابد أن يعلم الناس أن بلادنا هي سند لكل مسلم على وجه الأرض. لكن هناك منافقون لا يعجبهم أن تكون هناك دولة سنية تحكم بشرع الله وتهتم بأمور المسلمين، فيقذفوننا من كل حدب وصوب. فالزم جماعة المسلمين، والزم رأي ولي أمرك، واترك عنك السياسة ومحلليها وريح بالك، فقد سخر الله لنا رجالا يسهرون الليل والنهار ونحن آمنون في بيوتنا. المطلوب إذن الآن أن ترفع يديك إلى الله، أن يرفع الله الضر عنهم. هناك أخواننا قطعة كهربائهم، هل أنت متخيل الأطفال الذين في الحضانات ما حالهم؟ هل أنت متخيل الذي يعيش على غسيل الكلى ما حاله؟ هل أنت متخيل ذلك الإنسان الذي لابد أن يستخدم الأكسجين ليتنفس كيف حاله؟ هل أنت متخيل الرعب والخوف والجوع والحصار الذي عليهم؟ انتبه يا مسلم أن تقول أحسن يستاهلون، فإني والله أخشى عليك من هذه الكلمة. اللهم ارفع عن إخواننا ما هم فيه، اللهم ارفع عن إخواننا ما هم فيه، اللهم ارفع عن إخواننا ما هم فيه، اللهم سلط على اليهود من هو أقوى منهم يا قوي يا جبار. اللهم وفق ولاة أمرنا لنصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.